الحقيقة إنه اللثة المسألة فيها مش التهاب بس، لأ ممكن يكون فيها أكتر من مرض تاني، ولكن يمكن الأكثر شيوعاً هي مسألة الالتهاب. إيه الفرق ما بين التهاب اللثة والأمراض اللي ممكن تصيب اللثة؟ نعم، التهاب اللثة الشائع عند الناس اللي تعرفه اللي هو خاص بموضوع التنظيف بتاع اللثة، المنطقة اللي احنا اتكلمنا عليها. في أمراض تانية، يعني هو يعني علم أمراض اللثة عموماً علم كبير جداً ضخم، لكن اللي بيخص المريض منها في المقام الاول عشان ما انتبهوش، زي ما انت تفضلت كده معظم المرضى بيصابوا بيه، هو التهابات اللثة العامة الشائعة يعني. ف يعني عشان يعني الحتة التخصصية التانية الكبيرة دي مش هتفيد المريض انه يعرفها في حاجة، لان بتبقى حالات لها علاقة يعني حالات متطورة تانية ولها قصة تانية، وتبقى حالات نادرة شوية ولها علاقة بامراض متطورة ومضاعفات كبيرة. الشكل الاول انا عايز المريض يهتم بيه فعلا هو المنطقه اللي حوالين اللثه على طول دي، لو حصل فيها الاعراض الحاده اللي جت في التقرير، النزيف، التورم، الاحمرار، الهشاشه، انها تتحرك، دي اللي يبدا ينتبه ليها. ده يعني احنا عندنا قاعده في الطب بتقول كومن اس كومن، ده اكتر حاجه مشهوره، ودي اكتر حاجه اللي بتحصل، وبالتالي دي اكتر حاجه المفروض نهتم ان احنا نهتم بيها. المتفرع بقى بعدين بيجي في حالات خاصه، بيكون حتى المريض اصلا معروف هو عنده ايه ومن اعراضها ان هيحصل لك كذا كذا في ايه في اللثه بتاعتك. فاحنا نفرق بين يعني الحاجه اللي في المنطقه اللي اتكلمت عنها دي، هي دي الحاجه المفروض انا كواحد بحافظ على صحه اسناني انتبه ليها، هي دي اللي المفروض انتبه ليها. انا عايزه بقى اعرف من حضرتك ايه هي الاعراض اللي اقول بيها ان انا كده بعاني من التهاب اللثه. يمكن التقرير ذكر بعض الاعراض، ولكن انا عايزه بقى بالتفصيل كده تقول لي ايه هي الحاجات اللي لو شفتها يبقى اعرف ان ده التهاب لثه واتفضل ازور الدكتور. نعم، يعني احنا نقدر نبدا بالموضوع النزيف او قبليه الريح مثلا بتحصل. عامه الاعراض دي كلها مش شرط تتجمع عند المريض مره واحده، لان الحده والتوزع بين الاسنان بيلعب دور. فنقدر نقول مثلا الريحه، بعد كده ان لسه تبقى ورمه تكبر كده فجاه، والاحمرار انها تبقى لونها احمر، لسه الطبيعيه بتكون لونها وردي بينك وردي وكده، الاحمرار الشديد قلنا، النزيف مع اقل خبطه تجيب دم، على الفرشه نفسها تجيب دم، مجرد لمس الفرشه للاسنان تجيب دم على طول. وفي ناس لما بتلاقي كده خلاص بقى تقول لك اصلا اسناني بتنزل دم لما بغسلها، فتبطل تغسلها تهملها. وهي دي النقطه عايزين نلفت ليها، ان في الحاله دي انا المفروض ارجع للدكتور. يعني ما اقولش من دماغي ان هي بتجيب دم عشان فيها مشكله، مش عشان انت بتغسلها. تمام، الناس بقى بتقول لك ايه دكتور السنين ده زيارته مكلفه ومزعجه وانا بدفع كتير، فمش مشكله استحمل شويه. والله هو يعني معضله طب الاسنان في المنطقه بتاعتنا عموما معضله، لان هو علم مختص جدا واجهزته وحاجاته كتيره وتفاصيله كتيره جدا. فبالتالي بيفرض نوع معين في العلاج، ونوع معين في الوقت، ونوع معين في يعني المرضى بيستغربوا من طول فتره الجلسه على بخلاف انواع تانية من الاطباء. لكن هو يعني احنا بنحاول نسدد المنقار في الموضوع. والاسنان في الاخر هي مرايه لصحه الجسم، هي الاكل، هي الاستمتاع بالاكل، هي كل مش حاجه. بس يعني مساله مرايه، هي فعلا وجع السنان الواحد بيحس انه بيضرب في النافوخ على طول. نعم، لا نوم صحيح. النهار ولا راحه ولا بليل ولا اي حاجه، ففعلا صحيح. ومظهر صعب. نعم، ومظهر وثقه بالنفس، ويعني هي لها فعلا بعد نفسي عالي جدا يعني. صحيح. طيب هاي كده قلت اول عرضين منتشرين. نعم، هي نزول الدم او وجود الروائح الكريهه. نعم، ممكن برضه معاه احساس عفوا المريض عايز يحك بين اسنانه، او يحس يقول يحس بالاكلان بين الاسنان. ده برضه نتيجه للاحتقان الموجود في اللثه. ممكن في انواع من اللثه مزمنه بيكون المريض بيبدا يحس بانحسار اللثه ونزولها لتحت. دي في حالات متقدمه شويه، يعني ممكن مش تشمل من الاعراض الاولى. طبعا الامراض بتتصنف على حسب الحده والطول وكده، فيحس ان اسنانه بالذات الاماميه دي بدات تطول، يقول اسناني بتطول او اللثه بتنزل، لان هو بيقارن ما بين فدي الاعراض الاولى. اللثه بتنزل يعني السنان اللثه بتطلع لفوق تقصد؟ لا، اللثه ما هو في مراحل بقى. في المرحله الاولى اللثه فعلا بتورم فتطلع لفوق، تدي احساس انها طلعت لفوق، وشكلها هي المفروض عامله زي الاسكالوبين كده، يعني الصوره عندنا هي بالظبط. المفروض ان هي الاسنان عامله زي الخط، يعني عامله زي القواقع كده، الرسمه بتاعتها حول الاسنان، وبتكون طبيعيه، يعني دي صوره طبيعيه اللثه اللي فوق دي. الصوره المش طبيعيه ان تبقى العمليه منعكشه كده، والسنان اللثه منتفخه ومورمه ومحمره جدا. خليني اقول لك الله يعينك على المناظر.
ربنا المستعان ان شاء الله. فاللثه اللي تحت هنا مثلا ده مظهر ايديا لالتهابات اللثه في النموذج. نعم نموذج اولي يعني.